أشراط الساعة تدفعنا للاهتمام بالزوجة والأولاد والأقارب والنفوس وتربية الإخوة والأخوات على طاعة الله تعالى، الاهتمام بالأهل. ليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة، قال: ويظهر الزنا. رواه البخاري ومسلم. هذا الفساد الذي ظهر اليوم نتيجة لي دعاوى حرية المرأة، الرقي، التقدم، التمدن، التحرر، الصحة الجنسية، الجنس الآمن وغير ذلك. وهذه تجارة ما يسمى بالرقيق الأبيض ودور الدعارة وتصدير الممسات عبر العالم في تجارة ضخمة جدا، عصابات لهذه الدعارات، فشو الزنا. فماذا ستفعل نحو أهلك ونساء بيتك يا عبد الله، وأنت ترى أسباب الزنا قائمة من شيوع الاختلاط وتبرج النساء ووقوع الخلوة، وهكذا انتشرت القنوات الخليعة والمواقع الإباحية وما ينزل على الجوال وفيه، والترويج للسياحة في البلاد الموبوءة، وعرض النموذج الغربي للمرأة، والدعوة للانحلال من القيود والأخلاق الفاضلة. هي أخلاق فاضلة قالوا عنها قيوداً يريدون التحرر منها. الله يريده حجاباً وطهراً، وهم يريدونه سفوراً ودعوة للشهوات. والله يريد الفضيلة والعفة للمسلمين، وهؤلاء يريدون عكس مراد الله، فيريدونه اختلاطاً وسفوراً وتبرجاً، يعرضون المرأة في الإعلانات كالسلعة، ويروجون لها في الصور في الصحافة. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. ألم يقل في شروط الساعة، في أشراط الساعة: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الزنا، أليست الأمم الكافرة تسير في طريق الخلان والخليلات؟ أليست الدراسات قد جاءتنا من الغرب بأن الإحصاءات قالت أن 50% من الرجال و 25% من النساء في أمريكا يزاولون ويمارسون الفاحشة بعد الزواج، غير إحصاءات ما قبل الزواج؟ فما معنى ذلك؟ هل نريد أن نسير على منوال القوم وأن نقع في القاذورات التي وقعوا فيها؟ وهذه أشراط الساعة تخبرنا بأمر خطير: لا تقوم الساعة حتى يتسافد في الطريق تسافد الحمر، يعني أن يأتيها في عرض الطريق: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق. فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو واريناها وراء هذا الحائط. رواه أبو يعلى وإسناده قوي.